السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، معكم الاستاذة عجرود، وفي هذا الفيديو هذا الفيديو اللي راح يكون اخر فيديو من فيديوهات المراجعة النهائية. راح نكملوا مع pronunciation or phonetics اللي هو النطق بالنسبة للبكالوريا، يعني التمارين اللي تجي على pronunciation. عندنا كذا تمرين، بدينا المرة اللي فاتت في التمرين هذا classify the following words according to the number of their syllables، يعني نصنفوا هذه الكلمات على عدد المقاطع الصوتية number تاع syllables. هنا صنفناهم على باش كيفاه كلاسيت. هنا يونايتد، هنا يونايتد فيها 3 syllables الاولاد، فيها يو وفيها اي وفيها اي، ما انتبهتش. نكملوا يونايتد هذه لازم تنحى منها، تتحط في 3 syllables. ونكملوا لي زيكزارسيس اللي بقاو لنا. في البرونونسيشن يس سي بون. ناو نيكست تاسك، من التمارين اللي تجي بزاف البكالوريا عندنا ليكزارسيس هذا. Classify the following words according to the pronunciation of their final ed. Of their final ed. نكلاسيو كيف نبرونونسيو الفاينال اي دي، يعني الاو دي اللي في الاخر، نبرونونسيو تو ولا دو ولا اد. مثلا الكلمه الاولى opened، 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 ننطقو دو الوغ نحطوها هنا opened. Next word، الكلمة الثانية واش عندي stopped، stopped ت، هاكو تشوفو ت. علاه قري علاه نطقناها ت؟ باسكو قبلها البي، كيكون قبل البي قبل الايدي نطقوها ت stopped. Next avoided، avoided it's id avoided. Next used، used the used adjusted id adjusted hoped hoped to يقبلها ال p hoped impressed impressed to كيف كيف خاطر قبلها س كيكون قبل س قبل الايدين نطقوها to impressed. Recorded recorded id recorded. Showed showed de showed. Organized organized okay. Avoided avoided عنا id. Closed closed د closed closed. هنا راهي اس، اتونسيون الاولاد، هنا في الكلو في كلمه closed هذه يعني الاس هنا، بصح ما تنطقش اس، ما تنطقش س، تنطق ز. عليها حطيناها في الدو، لو كان جات تنطق السورة رانا حطيناها من closed. Cold cold د د. Next invented id خاطر قبلها ت invented. Finished finished قبل ش بعد ش ننطقها ت finished finished. Next word it's looked looked. Fixed fixed الاكس هذه كي نحللوها واش يكون، يكون الكا والاس فيها fixed الوغ فيها السوق بالايدي تنطق تو fixed. The last word is punished 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 yes.
هذا التمرين يجي في البكالوريا بزاف، خاصة يعني ما نستنيوش منه الشعب العلمية والتقنية، بصح يجي أكثر للآداب والفلسفة واللغات الأجنبية، بصح مرة على مرة يجي للعلميين والتقنيين. Next exercise، عندي الاكزرسيس اللي وراه هو الاكزرسيس اللي وراه رقم 9 في المراجعة النهائية. Classify the following words according to the pronunciation of their final S. عندي wages wages wages، هنا نحطوها خاطر قبلها جو ننطقوها إيز. هنا الأولاد السو الفاينل اس يتنطق سو ولا زو ولا إيز. برودكتس برودكتس سو. أرنز أرنز. جرافس جرافس. جرافس. فيسز فيسز، كي يكون سو قبل الزو ننطقوها ايز. فيسز. opportunities، هنا opportunities قبلها الاي، هنا تقول لي ننطقوها ايز بصح ما ننطقوهاش ايز باسكو قدامها حرف تابع للقاعده، هنا ننطقوها ايز باسكو قدامها الاي، هنا تحط في زو. اتونسيون الكلمات اللي يسجدوا بالاي رانا نحطوهم في الزو. opportunities opportunities. deals deals the deals. involves كيف كيف the involves. next proceeds كيف كيف the proceeds خاطر قبلها the proceeds. punishes punishes it's here punishes. cases cases is cases. countries شوفوا countries ثاني فيها الفاول، فيها الفاول هذا الاي الاي ما نطقوهاش اي زي الولاد، اتونسيون نطقوها زو. countries. houses houses. parents سو parents. regulations regulations كاين الان وراها كاين الاس اذا نطقوها زو. regulations. areas زو areas. rights سو rights. reasons reasons زو. reasons. materials the materials. parties كيف كيف the parties ما نحطوهاش في الايز نحطوها في the parties. we move to the next exercise to الاكزرسيس اللي وراه. عندنا task 10 underline the stressed syllable in the following words. هنا عندنا كلمات راح نسطروا على syllable، قرينا في الدرس باللي الكلمات اللي سجدوا بإك stress يجي في الكلمات اللي سجدوا بإك stress يجي في penultimate syllable. penultimate يعني الثاني من الأخير. هنا historic الثاني من الأخير هو to. historic historic it's store يعني نسطرهم، هاي اصلا يقول لك سطر عليها. historic evolution evolution الكلمات اللي سجدوا بشن ستريس يجي في البانالتيمات سيليبول يعني الثاني من الاخر. كيف كيف evolution. ability ability الكلمات اللي سجدوا بالتي هذه اللي في الاخر اللي سجدوا بالتي هذه ستريس وين يجي؟ يجي في الثالث من الاخر. وش هو الثالث؟ شوفوا الثالث هو تي واللي قبله لي ومن بعد بي، يعني ستريس راهو في بي. ability
construct. Construct verb فيه two syllables. فيه verb فيه two syllables. ديما لي verb اللي فيهم two syllables stress يجي في المقطع الثاني ديما. كما كنكت ثاني وراح stress يكون في نكت. Democracy. Democracy. الكلمات اللي سجدوا بسي يجي stress في الثالث من الاخر. وش هو الاول؟ هو سي والثاني كرا والثالث هو مو. Alors مو. Next word. Production. كلمات اللي سجدوا بشن يجي في penultimate syllable. Stress يجي في penultimate syllable. كلمة penultimate معناها الثاني من الأخير. الأول من الأخير هو شن والثاني دكة. Production. الكلمة اللي وراها culture. قدام syllable في culture. عندي two syllables. Culture راهي noun اسم فيه two syllables. Stress اللي في noun تاع two syllables دي ما يجي في الأول. Culture. Appear. Appear verb. Appear. Appear verb stress يجي في البي هذه. يجي في البي ثانية. Appear. نستر على هذه. Next word promote. Promote verb هذا فعل. وين يجي stress فيه؟ يجي مع syllable الثاني. Mode, promote. Interaction, interaction. عندي syllable يجي في syllable ما قبل الأخير وهو ra. Interaction. Stability, stability عندنا تي الأخر قبلو لي ومن بعد بي. Stability. Yes. Next word, philosophy. Philosophy. عندنا الاخر و حتى هذا يجي في الانتي بانالتي ما تعني في الثالث من الاخير. الكلمات اللي تسجد بفي و تي و جي ديما يجي في الثالث من الاخير. هنا الثالث كي تحسب الاخير هو لو. فيلوزوفي الاخر هو في والثاني هو زو والثالث هو لو. تكنولوجي تحط على نو. تكنولوجي اتس نو. نيكست وورد product. Product كلمة اسم. اسم فيه two syllables. هاو syllable الأول وهاو الثاني. Stress في الأسامي اللي فيهم two syllables يجي في الأول. Pro. Product. Preserve. Verb هذا. Preserve. هذا فعل ديما الستريس يجي في الجزء الثاني بتاعه. في syllable الثاني. Preserve. Phonology. جي الأخرى. من بعد لو الثانية ونو. جي في النو. فنولوجي خاطر كلمة تسقد بجي هذا هو القانون. اللي ما فهمش الدرس يرجع الفيديو تاعي تاع سيليبلز يرجع الدرس تاعي ستريس راه كاين فيديو عليه بالتفصيل تلقاو هذه القواعد. نفوتوا الكلاسيفاي هنا السؤال هذا التمرين هذا يجي بالطريقه هذه ولا يجي بالطريقه هذه. يقول كلاسيفاي ذا فولوين ووردز اكوردينغ تو ذير ستريسد سيليبل يعني يقول لك صنف هذه الكلمات على حسب على حسب stress syllable. لولا تبان لي ما يكفينيش الوقت باش ندير ليكزارسيس هذا نخليه لكم في موضوع في حاجه واحده اخرى. لهنا عندي 3 دقائق ولا دقيقتين ندير لكم silent letters. Silent letters هما الكلمات هما الحروف الصامته اللي ما نطقوهمش. مثلا honesty وش هو silent letter؟ هو h. campaign campaign هي هو g. while هو ال h. while fight هو gh. h اصلا في الوسط يكون silent. gh عندنا who w هي silent letter. w yes silent letter. next doubt ال b silent. هنا b it's a silent letter. next word new الكا هذه في الاول ما نطقوهاش في نيو. It's a silent letter. Next word sign. جي راهي silent هنا. Next the last one is اخر كلمة عندنا طق. الال ما يتنطقش الال. طق. Underline هنا درنا الاكزرسيس هذا. Underline the stress syllable in the following words. شوفوا السؤال هنا واش قال لكم. هذا حليناه في الفيديو اللي فات. يقول لك سطر على السيليبل اللي فيه ستريس يعني على السيليبل اللي فيه الشده.
السيليبل اللي فيه الشده نسطروا عليه. انتما في الامتحان تحبوا تسطروا، تحبوا تديروا فيه دائره، معليش، وشي هو ما تسطروا ولا تحطوا ستريس فوقه، بصح ما تحطوش ستريس في جهه وتسطروا في جهه. اتونسيون، هكا راح يصفروكم. لازم كي تسطر، مثلا سطرت على هذه، هي نفسها اللي تحط عليها ستريس، تحطوا على البي. درك على هنا ليكزارسيس هذا درتو بالطريقه هذه ودرتو لكم بالطريقه هذه، باسكو ساعات يجيبوه بالطريقه الثانيه هذه كيما رقم 11. واش يقول لك في السؤال؟ يقول لك كلاسيفاي ذا فولوين ووردز اكوردين تو ذير ستريس سيليبل. هنا يقول لك صنف الكلمات التاليه في الجدول حسب السيليبل اللي فيه الشده. درك مثلا نجيو كلمه هيستوريك، كي نحسبو حنا هنا كي نحسبو، ما نحسبوش من الاخر كيما كي حطينا الشده، هنا كي نحسبو من الاول. الاول طبعا تاع الكلمه في الانجليزيه الاول يبدا من اليسار. هنا هيستوريك فيها السيليبل الاول هو هيس والثاني هو تور، هو اللي فيه الشده. هنا كي نكلاسيو الكلمه هذه هيستوريك ونحطها، نحطها في ساكن سيليبل، خاطر السيليبل تاعها الثاني هو اللي فيها الشده، هيستوريك. ايفولوشن عندي اي فو، هذو زوج، والثالث هو لو، اذا نحطها في الثالث، ثيرد سيليبل. ايفولوشن، ابيليتي، اي بي لي تي، ابيليتي هذا هو الثاني، البي هذا اللي فيه الشده هو الثاني، so it's in the second syllable نحطوها ability. construct، construct راهي في الثاني، ها هو الثاني، هذا الاول وهذا الثاني، اذا نحطوها هنا construct. democracy، ديموكراسي عندنا الاول هو دي، الثاني هو مو، اذا نحطوها هنا ديموكراسي، كيف كيف ديموكراسي. برودكشن، الاول وش هو؟ الاول برو والثاني هو دا، سو نحطوها في الثاني، كيف كيف برودكشن. هنا كي يجيك ميكزارسيس الاولاد بهذا السؤال هذا، يقول لك يعطيك جدول يقول لك ستريس، هنا كلمه ستريس سيليبل، ماذا بكم ديروا الساعه المرحله هذه، هزوا الكلمات هذوك وحطوا لهم السيليبول. كي تحطوا لهم السيليبول عليها باش من بعد تجيكم سهله وين تكلاسيهم. قلنا برودكشن سي بون، كالتشر ولا سيليبول اللي مستراسي او الاول بعد كال، سو الاول هنا تحطها فيرست سيليبول كالتشر. ابير في السيليبول الثاني، ابير. بروموت هنا كي يقولك حطها في الجدول ماهوش مطلوب منك تعين سيليبول في الكلمات، جست تحطها. بروموت كيف كيف في الثاني، برو هي الاولى، موت هي الثانيه، بروموت. انتراكشن، انتراكشن فيها ربعه هذه، شوفوا ان هي الاولى والثانيه تو والثالثه را، سو تجي في الثالثه انتراكشن، ثيرد سيليبول interaction. third stability، عندنا ستا هي الاولى بي هي الثانيه، الوغ تحط هنا stability، stability. وين وصلنا؟ عندنا philosophy، philosophy لو هي الثانيه، الوغ تجي في هذا philosophy، يعني صدفه جات اغلب الكلمات الاولاد في الثاني. philosophy تك تكنولوجي كيف كيف، تك هي الاولى، نو هي الثانيه، تكنولوجي. زيد نكست، خلينا نرجعوا ليكزارسيس اللي حطينا فيه السيليبلز. يس برودكت هاي جايه في الاولى، برو فيرست سيليبل برودكت. نكست بريزيرف جايه في الثانيه، بري هي الاولى، زيرف هي الثانيه. اوكي ذا لاست وان، اخر كلمه هي فنولوجي، كيف كيف جايه في الثانيه، ف نو جايه في الثانيه، فنولوجي. اوكي تبان لي هكا نكونو كملنا فيديوهات المراجعه
نهائية 100%. والولاد اللي يقولوا لي اسكو نعتمدوا على المراجعة هذه ولا ما نعتمدوش، نقول لكم بيان سور تقدروا تعتمدوا عليها 100%، راهي شاملة، زيدوا الفقرات فقط. Goodbye, see you in another video.